المشكل اللي واقع هو اننا عندنا واحد ولد كفيف كان غادي باش يقرا في رباط الترويض الطبي، حصل على البكالوريا وجاي من وجده في القطار، فاذا به تلقى في السكه ديال الماشينه في عين الجمعه. الاسباب ديال الموت ديالو مجهوله لحد الان وباقي ما عرفناهاش، وهذا الشيء علاش جينا كنحتجوا على اساس ان هاد الناس من هاد الفئه اللي ما كيشوفوش خصهم تعطاهم بطاقه كتخول لهم انهم يركبوا بالمجان هو والمرافق ديالو حفاظا على سلامته، وكذلك ان الدوله انها تعطينا بطاقه المعاق الكارت دون فاليديتي اللي هي تخول لنا بزاف ديال الحوايج اللي حنا مهضومين في حقها، ان البطاقه دون فاليديتي ما عندناش، وكل ما جات شي حكومه كدير واحد الجرد كتقول لك شحال عندي ديال المعاقين وغندير هاد لاكارت، ولا يوم الى يومنا هذا ما كاين حتى شي بطاقه. وعار وشنار اننا نفقدوا ثلاثه الشهداء، جوج ديال الشهداء في عهد الحكومه ديال العداله والتنميه، وها هي الله بدات هاد الحكومه ديال اخ النوش، ها حنا عاوتاني افتقدنا اعمى. فلهذا هاد الشيء راه ما كيقبلوا لا الله لا عبدو، وحنا كنتوجهوا لصاحب الجلاله محمد السادس الابن ديال الاب ديالنا الحسن الثاني رحمه الله عليه، اللي كان كيقول في حقنا انا عينكم التي بها تبصرون. فها نحن نتوجه اليك يا صاحب الجلاله اننا ضمن لنا الحقوق ديالنا، لان طرقنا جميع الابواب ولكن دائما اخماس في اسداس وتابعين غير السراب، رغم انه كاين اتفاقيه دوليه وهي ما مفعلاش في بلادنا المغرب. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. نحن مباشره من امام مكتب المكتب الوطني للسكك الحديديه محطه الدار البيضاء المسافرين، هنا واقفين باش ندوا بهاد الخروقات السافره اللي كتوقع للمكفوفين، وبشخص السيد مروان الزعر المسمى قيد حياتي مروان الزعر. وحنا كنبصموا اليوم في هذا النهار بصمه عار ونداله وحقاره وكل الكلمات التي تعني هذا على المكتب الوطني للسكك الحديديه، وكنحملوه كافه المسؤوليه، وكيف ما كانت ظروف وملابسات هذا الحادث هذا راه كيتحمل فيها المكتب الوطني للسكك الحديديه المسؤوليه ديالو، لانه كيقصر في حق هذه الفئه الهشه حقيقه، ودائما كنتعرضوا للعنف من طرف هذه المؤسسه اللي هي مفروض انها مؤسسه عموميه وهي اللي تحمينا، هي دابا اللي كتعسف على الحقوق ديالنا. يا مروان ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا اخي يا كفاح يا دوكا في يدك. انا تلميذ طالب مكفوف، الوغ اليوم الوقفه اللي كتشوفوا هنايا تضامنيه مع الصديق ديالنا مروان الزعر اللي وفاته المنيه، اترى واحد الواقعه اللي ما مفهوماش الملابسات ديالها، لقاوه طايح كلفظ انفاسه الاخيره في جنب السكه في المنطقه ديال عين الجمعه، الواقعه ما بين مكناس وسيدي قاسم. الوغ الدرك الملكي اتصل بوالديه، ووالديه نشروا الخبر عن طريق خوتوت ولا مكفوفين. دونك ملابسات القضيه ما معروفاش، وحنا جينا الان في هذه الوقفه تضامنيه وباش نحاولوا نلقاو شي حل جذري لهذا الصراع، لهذا الملف الشائك، من ليس صراع، الملف الشائك اللي ما بين المكفوفين ومؤسسه ديال لون سي اف، رغم انه غير على رغم سهوله الموضوع، يعني راه غير هذا الشيء كامل على قبل مجانيه النقل. شوف كيفاش كتنجز على الامور، كيفاش كتكون العواقب ديالها، ولكن ظروف قضيه احنا ما عرفناش الملابسات، كنتسناو التحقيق ديال الدرك الملكي والبحث ونشوفوا لما يؤول اليه، ولكن رغم كما كانت النهايه ديال البحث او الملابسات ديال القضيه راه كترجع المسؤوليه للونسيف.